الحوت من برامج راديو سيزون. الحبار مصاص الدماء، طوله 6 بوصات، وهو سباح سريع يعيش في أعماق تتراوح بين 90 إلى 900 متر في المياه الاستوائية. هو نوع من الرخويات الصغيرة، ويمكن العثور على هذا الحيوان في المحيطات المعتدلة والاستوائية في جميع أنحاء العالم. يعيش الحبار مصاص الدماء في درجة حرارة بين 2 إلى 3 درجات مئوية، وتم اكتشاف الحبار مصاص الدماء في بداية القرن العشرين، وظهر على كوكب الأرض قبل 300 مليون عام. يمتلك العديد من الميزات التي تجعله فريداً من نوعه بالمقارنة مع الحبارات الأخرى. لسوء الحظ، فإن ارتفاع درجة حرارة المحيطات والتلوث وتدمير الموائل الطبيعية لها أثر سلبي على الأعداد المتبقية من الحبار مصاص الدماء في المحيط. لديه عيون كبيرة، وهي الأكبر في المملكة الحيوانية بالمقارنة مع حجم الجسم. واعتماداً على ذلك، فإن العيون تبدو كما لو كانت حمراء أو زرقاء اللون. تتم تسمية الحبار مصاص الدماء بهذا الاسم بسبب اللون الأسود والجلد الغشائي على شكل رأس مصاص دماء والاحمرار في العينين. كبار الحبار مصاص الدماء تستخدم زوجاً من الزعانف الصغيرة، وهي موجودة على جنبيه من العباءة. إنها تبدو وكأنها تطير من خلال الماء عندما تبدأ برفرفة الزعانف، ويمكن أن تصل سرعته إلى 2 من أطوال الحيوانات البحرية في الثانية الواحدة. هذا الحيوان ينتج الضوء الذي يجذب الفريسة ولصرف الحيوانات المفترسة. لا تأكل الأنثى أثناء فترة الحضانة، وتموت من الإرهاق في أقرب وقت بعد فقس البيض. أما صغار الحبار مصاص الدماء لا تتناول الطعام خلال الأسابيع القليلة الأولى من حياتهم، لأنهم ولدوا مع توافر بعض الطاقة الداخلية تتمثل بنوع من صفار البيض. كما أن صغار الحيوانات تخضع لعدة تحولات شكلية قبل بلوغها مظهر الكبار. الحوت من برامج راديو سيزون.